بعد 8 سنوات تقريبا على مواجهة الرئيس الحالي باراك أوباما في الانتخابات التمهيدية، بدت هيلاري كلينتون متمكنة في صد خصومها خلال مناظرات جرت بين مرشحي الحزب الديمقراطي مساء الثلاثاء. المناظرة تطرقت إلى العديد من القضايا، أبرزها سوريا والتدخل الروسي في الشرق الأوسط. موضوع ضبط الأسلحة الفردية أثار في هذه المناظرة نقاشا حادا بين المرشحين، وعن سؤال ما إذا كان منافسها السيناتور بيرني ساندرز متشدد حول هذه المسألة، قالت كلينتون: لا بالتأكيد، أعتقد أنه علينا النظر إلى حقيقة أننا نفقد 90 شخصا يوميا بسبب الأسلحة الفردية. لقد حان الوقت أن تقف البلاد برمتها في مواجهة الجمعية الوطنية للأسلحة النارية. النزاعة في الشرق الأوسط هيمنت على المناظرة. السيناتور بيرني ساندرز قال إن الوضع في سوريا معقد مع تعدد الأطراف المتحاربة، إلا أنه أكد أنه سيعمل كل ما يمكنه لعدم إدخال الولايات المتحدة في مستنقع آخر كما حصل في العراق، الذي وصفه بأسوأ خطأ في تاريخ سياسة البلاد الخارجية. كلينتون جددت دعوتها لإقامة منطقة حظر طيران في سوريا، وهو أمر يرفضه المرشحان بيرني ساندرز ومارتن أومالي، إذ قال الأخير: أعتقد أنه لا يجب إقامة منطقة حظر طيران في الواقع. إن السيدة كلينتون على خطأ حول هذه المسألة. وقد أظهرت الإحصائيات أن هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز تقدما على جميع المرشحين الآخرين، فاحتلا المركزين الأول والثاني على التوالي.